هلموا إلينا واستجيبوا لدعوة بها هام دعوتي السلام تتوج. هلموا إلينا واستجيبوا لدعوتي بها هام دعوتي السلام الحق أبيض وأبلج فدونكم فالباطل اليوم لجلج. إلى ما دعوناكم إلى روح شرعة سماوية عنها بكم لا نعرج. سوى ما به جاءت من الضيق مخرج. هلموا إلى الأصل القديم فإنه نجاة لكم فيه من الإثم مخرج. هلموا بالجديد قديمكم فما بي سواه ضيق نفس يفرج.
أحيائه فهو جنة لعمري إليها المنتحين نعرج تخاطب فيكم وإلى عقول حرة لا تهرج وإلى نفوس بالمعارف قدسات فما باطل فيها به الحق يمزج إليه هوى من جانب الغيب مزعج ورى ومضة في الوفق لاح بريقها بصرت بها أنوارها تتوهج بسم الله في الأرض قائم فتستبشر الدنيا به حين يخرج ويملأها عدلا وأمنا ورحمة ويجذبها نور إليه فتهزج أسباب سمائي فلا ترى على الأرض إلا نورها يتبلج سلام من الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي ركن نقاشنا الأسبوعي اليوم الجمعة 11 فبراير سنة 2022. ركننا اليوم بيكون مفتوح برضو للأسئلة والاستفسارات والتعليقات بمقدمة قصيرة عن فساد جماعة الأخوان المسلمين. قبل ما نمشي في موضوعنا بنستمع إلى قصيدة من الشيخ النابلسي يقول: بروغ الحي لماعة ونص الصب طماعة. بنشيدها علينا أخونا عبد الكريم علي موسى. بروق الحي لما ونفس الصب طمع بروق الحي لما ونفس الصب طمع وكتمان الهوى طاع ولكن هذه ساعة عينا وجه من نهوى ومنا حقت الدعوة حقت الدعوة بروح الحي لما
لنا رتبة القصوى وأبدي النور شاشا بروح الحي لما ورث الصب طمع ترنم أيها الحادي أنا في يمنة الوادي الفتى باب روح الحي لما ونفس الصب طمع وكتمان الهوى طال لكن هذه الساعة رأينا وجه من نهوى ومنا حق الدعوة وصلى ربنا حقا بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا حديثنا بيكون في موجز أو مقدمة قصيرة عن فساد الأخوان المسلمين، وهو فساد بيتكشف للناس كل يوم، خاصة وأنهم هم هرصة رجعوا ويكاد يكونوا بكل قوتهم القديمة، وعاد نظام البشير بس ناقص الرأس الكبير اللي هو البشير. مع ذلك كل الأمور تكاد تكون ترجع إلى سيرة الأولى، وكأننا لا سرنا ولا رحنا ولا جينا. المسألة بدأت برضو تطفح، كأنه المعركة الآن في الشوارع دارين يصوروها برضه على اعتبارنا معركة بين الخير والشر، معركة بين الإسلام والكفر، إلى ما تعرفوه عن أساليب الأخوان المسلمين التي لا تتسم بأي صدق ولا دين. والحقيقة المراقب لحركة الأخوان المسلمين بيشعر بأنها استجمعت كل الظلام منذ آدم إلى اليوم، استجمعت في هذه الحركة السودانية الغريبة التي شوهت الإنسان السوداني لحد كبير جداً جداً بخراب بالنسبة له، الخراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا يساوي شيء. وأصبح كل يوم بيجونا بفهم جديد، بعدين أصبح أنه في عالم أنت بتصبح من الصباح وبتنوي كأنك تكذب على الناس، وده جاي من أنه هم بيفتكروا نفسهم في دار الإسلام والآخرين في دار الحرب، والحرب خديعة، ومنها أنك تكذب على الآخرين. ودي شفتوها في كل الفرص الكبيرة اللي بتظهر، خصوصا لما تجي في موضوع المحاكم والقتل
بيطلع لواء في الشرطة اللي يقول أنه أحمد الخير مات بتسمم غذائي، بيطلع عميد، دي رتب كبيرة جدا جدا في الجيوش العالمية، لكن طبعا في السودان بتصرف كما يصرف يعني أي زي عسكري، بتصرف معه هذه الرتبة الكبيرة. بيقول مثلا أنه السلاح بتاع البوليس طلعوا به من مكاتبهم، لكن استلموا منه السوار وضربوا ببعض بدون حرج، ويكون في تلفزيون جالس ومرتاح جدا جدا. فلا يمكن تتصل الدرجة دي من الكذب على الله وعلى الناس ما لم يكون عندك رأي في الناس زيال تماما، أنهم هون في دار الكفر زي ما بيقولوا عنهم، أنهم بيفتكرون كأنه زي كفار قريش. الشيء اللي هنعرض عليكم زي ما قلنا في الحلقة الفاتت، تكلمنا عن عنف الأخوان المسلمين اللي تربوا عليه، وحنعرض عليكم الليلة فيديو لنعيد على الناس ذاكرة، ننعش ذاكرتهم بفساد الأخوان المسلمين بلسان الأخوان المسلمين. وحقه نحن ما نضطر نذكر الناس، لأنه إذا الناس ما تنبهوا للمسألة دي مؤكد نحن ماشيين نقع في نفس الشركة القديمة وبنفس النغمة القديمة. وسمعنا الكلام على المتوضيين والتقيين النقيين في مرات كثيرة، وهسه بدأت نفس الجماعات دي تظهر تاني، وهم طلعوا وعندهم رصيد كبير جدا جدا من المال السوداني المسروق لشراء الزمام. ولذلك احنا بنذكر الشباب، والشباب ديل بالمناسبة هم هسه الأخوان المسلمين حقدهم عليهم، لأنهم هم يفتكروا أنهم جو بنظام يغير فيه عقول الشباب والنشء من الأول، من الروضة، من الخلوة، من المدرسة. لكن اتضح أنه ده الشباب الطالع ضدهم والوصفهم بأنهم حرامية ولا دين لهم، فخيبتهم كبيرة. فبدلهم يجلسوا ويرجعوا وينكفوا على نفسهم ليتوبوا ويستغفروا ويطلعوا يعترفوا بمستوى الخراب اللي خربوا لأنفسهم وللناس، راجعين لنفس غيهم القديم، استعمال الدين لأغراض السياسة والتضحية بالنفس البشرية. الصيغة من أوريكم ليها بتوري يعني إذا كانوا صادقين الكلام اللي عملته لجنة تفكيك النظام ما قالت أكثر من اللي قالوه الجماعة ديل زي ما بيشوفون بعد شوية. وأي شخص عنده أي ذرة من دين ولا أخلاق بينفر من مثل هذه الأعمال الغريبة اللي أنت بتشيل اللقمة من فم الجائع ومن الأرملة واليتامى، وبتبني بها القصور زي ما هون هسه قاعدين هتشوفون من كلام اللي بعض. على أي حال ما دارين نطير في المقدمة زي ما قلت، عشان تسمعوا منهم هم نفسهم بمسهم في توصيفهم لبعض وفي نوع الفساد واستشراء وسطهم. فإذا كان الفيديو ظاهر ندي الفرصة لهم. احنا حقيقة يعني محتاجين في السودان لحماية من العدوان الأمريكي. اخترقتم أجهزة الدولة؟ تقريبا يعني في الأمن، في تاريخنا الأمن الصلة بين الأمن السوداني عسكرية كانت أو أمنية، والأمن الأمريكي، الصلة بين الأمن السوداني والأمن العربي لبعض البلاد حولنا. أنه القلم ده في الإنقاذ هو مصدر ثروة الناس كتير جدا، بس القلم ده وبفساد، القلم ده بيطلع عطاءات وبيسجل شركات ووقع العطاءات دي وبدي الفيزات وبدي المنح، فأصبح القلم هو ثروة في السودان ومصدر للثروة. الشركات دي واحدة من هذه الواجهات، مستكرام وزير يسجل له شركة تبع وزارة الصناعة مملوكة لوزارة الصناعة، بعد شوية الشركة السجلة دي تقوم تسجل
مع ولد موسى كرامه. موسى كرامه شركه ثانيه. موسى كرامه يحول عطاءات الوزاره دي يديها لشركته دي اللي فيها ولده وبنته. فتطلع الاموال العامه بتمشي الشركات الخاصه دي وتمرق برا السودان، تعمل لها مكتب برا. وبالتعامل ده بيبقى في عمله صعبه جدا تكومت برا، ماليزيا ولا غيرها. نقول لعيالي تعالوا يجيبوا القروش دي نسجل شركه اجنبيه. يجي الاموال دي بعيال موسى كرامه يسجلوا شركه اجنبيه داخل السودان. تاخذ ميزات المستثمر الاجنبي. بعدها يقوم يشتري املاك الحكومه. حكومه دارت تبيع البحريه، انا شركه اجنبيه اجي اشتريها. حكومه دارت تبيع اللي مش عارف اجي اشتريها انا. فمال سوداني مسروق طلع اخذ شرعيه برا، بقى اجنبي جنسيه ثانيه، دخل يشتري اموال الحكومه وصولها. الانماط دي يا اخواننا كبيره جدا. كثيره. الشركات الرماديه تكلمنا عنها في 2013 و14 حوالي 413 شركه. بعضها سجلوها لعطاءات لمدة أسبوع، صفوا العطاء صفوها ذاتها. بعضها وقعوا لها عطاء قبل ما يسجلوها، تلقى تاريخ العطاء الرسوه تاريخ سابق لتسجيل الشركة نفسها، ولدوها بعد ذاك وبعدين صفوها. وعلى هذا قس. في حاجة مشهورة جدا في الفساد الحكومي، القصة تحت الثلاثة ورقات. يقول لك والله داري لنا مثلا 1000 مكيف، يمشي بتاع المؤسسة يقول لي بتاع هنا، يقول لي يا أخي إحنا بنقبل 3 فواتير. التاجر ده يكون عنده 3 أصله، عنده 3 شركات، 3 فواتير دي عنده في مكتبه، فبيدي واحد ب 10 مليون، واحد ب 9 مليون 850، واحد ب 9500. فبيجيبوا الثلاثة ورقات ديل بيصدق عليها طوال المدير، يقول لك اشتراها ب 9500، يكون ب 4 مليون. مرات تلقى لك زول هو الطز ما بيعرفها وكوعه من بوعه ما بيعرفها، يقول لك والله انا مشيت الصين عشان اشتري لي الات، ولا حسي زي الكلام اللي بيقول فيه يومتها المدعافي ده، تركترات جابوا اسامه جدعه، مش زول ما عنده اي خبره في اي حاجه، جاب له مئات هنا مجدوعه ولا اشتغلت ومحروقه وكده، لكن اتبددت ملايين الدولارات. زول يمشي يجي حاجه ما عارفها، يجيب حاجة درجة 10، ما عندها إسبيرات، ما مشهورة، ما عندها وكيل، ما عندها صيانة، ويرموها. لكن تصبح بيوت وتصبح أراضي، تصبح فيلل في مصر وتصبح فيلل في دبي، وأولاد يقروا في ماليزيا وكده. تنفيذ المشروعات بأسعار خيالية، يعني حاجة مبنى ممكن يتنفذ بمليون دولار يتنفذ بعشرة مليون دولار، وينفذ بمواد متدنية. زمان السودان ده من الله خلقه في حاجة اسمها أورنيك 15. أي حاجة تطلع قروش من المواطنين ما شري الحكومة، أي حاجة تطلع أورنيك 15، 1000 جنيه ل 10 مليون بأورنيك 15 ده، يكون عندك أنت منه نصها، والحق العام يمشي لوزارة المالية يراجع بالواحد. حسي أي حتة تمشي لا تدفع قروش دم قلبك، ما يدوك ورقة. لو جاملوك يديك ورقة كده تطبعها بيد على كمبيوتر، القروش دي طوال. أنا عارف، أنا شخصيا متأكد إن القروش دي لم تمشي للشعب ولا تمشي للدولة. بعدين في حاجات يعني من أين لك هذا؟ يعني زول الآن موظف في الدولة دي، نحن بنعرف أبوه، بنعرف أمه، بنعرف أخوانه، كلامك من الله خلقه زملانه وقالوا معانا، لا تجار ولا عندهم بيزنس ولا عندهم علم، فايت يعني. كيف انت يكون عندك بيت وعمارتين مؤجرات؟ وكيف يكون عندك اسطول من العربات؟ وكيف يكون عندك شقتين في مصر؟ وكيف يكون عندك فيلا في واحده من الدول النفطيه دي؟ وكيف اولادك بيقروا في ماليزيا؟ وكيف اولادك بيقروا في مدارس خاصه؟ وانت بتاخد لك راتب اقل من 2 مليون؟ يعني دار لها محكمه؟ يعني انت لم تتهم الرئيس بالفساد؟ لا لا كلا، وانما هناك تلك بعض تلك الايام لم اتهمه. تلك الايام هو كان يقول، هو لو رايتموني ابني بيتا لاسرتي علقوني في المشانق، ولكن السلطه يعني انا لا اريد ان اتحدث عنه هو وعن واحد اخر. الان السودان كله يسالهم عن القيادات التي تتولى الوزارات المهمه او القيادات العليا، واسالهم مع البيوت الهائلة التي يبنونها جهارا جهارا جهارا،
والناس يعلمون أن الراتب لا يبني لك بيتا متواضعا ولا غرفة، ويعلمون من أين هذا، من أين هذا، من أين هذا. 11,587 جنيه وخمسين قريش، ده مرتب النائب الأول لرئيس الجمهورية. بعد ذلك يخصم مني، لأنه أنا ساكن في بيت حكومة، ساكن في بيت حكومة في حي الرياض، بيخصموا مني بدل السكن البالغ قدره 1,500,000 جنيه. ألم يكن كثير من هؤلاء من أبناء الحركة الإسلامية نشأوا فيها وتتلمذوا على يديك؟ لكن لم يكن في دراستنا مقاومة فساد المال السلطاني. المنهج التربوي يا أخي الذي تربينا عليه سنين ما كان فيه السلطان أصلا، ما كنا في السلطة ولا نحلم بها، فلم يكن في مغرراتنا. يعني أتمتحنني في مسألة لم تدرسني لها في المغررات سجل فيها صفرا يا أخي الكريم. والله أنا عشت هذا السودان، عشت كل الحكومات التي مرت على السودان بسنة 56 إلى الآن، وقد أقول أقرب الناس لهذه الحقيقة. لم أجد حكومة احتواها الفساد وغرقت فيه مثل ما غرقت حكومة الأقراض الآن. لكن برضو داخليا في دين داخلي كبير، الشهامة وشاش الشهادات دي ده دين من الجمهور. الحكومة تطبع عليها ورقة، بتدي شيخ حمدون ده ورقة بعشرة مليار، بيشيل من شيخ حمدون 10 مليار جنيه، تدي الورقة دي. السيولة دي احنا شلناها، والأسف الشديد ما دخلناها في مشروع الانتاجية، واستمرينا نشيل ونصرفها في صرف جاري. الآن رأس مال هذه العمليات مديونية لدى الحكومة، وهي تدفع أرباح عن مشروعات ما كلها موجودة، ومشروعات ما موجودة بالتالي ما في عائد. فهذه مديونية كذلك كبيرة متراكمة، جزء منها أقرب لسوق المواسير. لا مواسير، لأنه أفراد بيفلسوا، الدولة لا تفلس، لا تفلس الدولة، الدولة تطبع ورق وعندها مهما طال حنطبع لمن على السقف. طباعة لمية سنة تاني، أسمعوا الكلام ده كويس، طباعة لمية سنة، ومكاننا ده حيدور رب 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 لما الدنيا كويس. الموضوع من ناحية منتهي، قمح ما في، الشيكات مرتدة، البلدات والحواشات منتهية، البنك الزراعي في ورطة، والمزارعين في ورطة، والمستقبل في ورطة، وقفة الملاح في ورطة. لكن الخبر في الجرائد انه البرلمان يستعيد الاستدعاء المتعافي حول التقاوي التركية الفاسدة. وانا داير اقول لهم حاجة، هو حيفضل شنو انتو عشان تحكموه؟ يعني افرض انتصرتوا بعد 10-20 سنة، حسي ما الذي بقي في دارفور؟ ما الذي اللي تحكم؟ يعني ما في زول بيسخ في زول، ما في مدرسة فاتحة، ما في مزرعة فاتحة، ما في زول مطمئن، ما في زول في الخلا ماشي على يقين ولا على اطمئنان، ما في حاجة. حتحكم مشنا يعني؟ افرض نحن اخلينا عليكم، افرض الجيش يتهزم، افرض قلنا لكم هو استلموا زي الجنوب ده، حتحكم مشنا يعني؟ ماذا ستجدون يعني؟ مجموعة من البائسين والخائفين والنازحين والمهاجرين واليائسين، ما الذي تحكمونه؟ هذه صورة من الصور بتاعت الفساد اللي يتعلم منها إبليس نفسه. يعني إبليس يجلس هو ورفاقه بتواضع شديد جدا جدا ليدرسوا من جماعة الأخوان المسلمين أساليب الفساد، كما وصفه مثلا موسى كرامة، أو وصفه حسين خوجري، أو حكى عنه الترابي، أو يتكلم عنه صادق عبد الله عبد الماجد اللي هو ده رئيس الأخوان المسلمين الرجل الأخير اللي يتكلم ده. سوء ونوع من الالتواء والسرقة لأموال العامة، أموال الشعب الفقير والنساء والأرامل واليتامى، اللي زي ما قال بنوا منها القصور والعمارات في الخرطوم، وبنوا منها اشتروا منها الشقق في ماليزيا وفي دول الخليج وفي مصر، وده كله هذه هي الأيادي المتوضية. ديل بيخرجوا للعمل ده من المساجد، بيخرجوا لأموال الناس بالباطل من المساجد. وشفت عمر البشير بصورته جلس بها كالطفل أمام بوتين يطلب الحماية من أمريكا، اللي دنا عذابها وعليها إن لغيتها ضرابها. دي تنظيم الأخوان المسلمين، الحق الناس ما ينسوا مهما تسوء الأحوال،
دي المسألة اللي احنا بنلح في تذكار بها، أن هؤلاء الناس ما عندهم علاقة بالإسلام، ما عندهم علاقة بالأخلاق، عندما يطلعوا في الشارع ويهتفوا ويصموا الآخرين من الآخرين بالكفر، السوء اللي بيعملوا فيه الأخوان المسلمين ده بيدفع الناس دفع في الحقيقة للكفر، لأنه إذا كان ده الإسلام الناس ما حد تأوي للإسلام، لأنه دي صورة مشايهة بصورة غريبة جدا جدا. يعني الوصف اللي هسه وصفه موسى كرامة ده ما أكثر من الشيء قالوا وجدي صالح. إيش معنى وجدي صالح معتقل في هذا الموضوع اللي ناسه نفسهم معترفين به؟ وبتجي قوات قبل طلوع الشمس عشان تعتقل الناس زي وجدي صالح وأخوانه، لأنهم في لجنة التمكين بيلتقوا بمزيد من الكذب بأنه عليهم بلاغات جنائية. يعني الحكومة اللي هسه دي بتفتكر أنها بالصحة في الأمور بتعتقل الشرفاء اللي يبحثوا عن أموال الشعب أين ذهبت، والدافع عن الذين أكلوا أموال الشعب بهذه الأسلوب، بهذا الأسلوب اللي بيوصفوا فيه موسى كرامة وحسين خوجري والترابي نفسه. والترابي بيعتقد أنه التربية ما في مقرر، كانت أنك ما بتأكل أموال الناس الآخرين ما في التربية الإسلامية بتاعتهم. ممكن تصور تنظيم زي ده، ده رئيسه على رؤوس الأشهاد في التلفزيونات اللي بيشاهدوها الناس بالملايين في الوطن العربي، أن التربية والأمانة والعفة عن أموال الآخرين ما في مقررهم، وده امتحان لهم من خارج المقرر. دي الصورة اللي احنا دعنا تترسخ في ذهن الناس عشان ما يجوهم باسم الإسلام يدعوا أن الثورة دي ثورة كفار. الأولاد والبنات اللي قتلوهم حول القيادة العامة كانوا صائمين رمضان وغايمين رمضان وبأذنوا للصلاة في ميدان القيادة العامة، لكن هم لابد لهم يظهروا بمسار الإسلام ويظهروا الآخرين ليستحلوا المال الحرام، يحللوا على أنفسهم، لازم يجيبوا الآخرين ويصفوهم بأنهم كفار ويحولوا الموضوع ده كله لموضوع بين الكفار والمسلمين. ودي المسألة اللي احنا بنركز عليها ودارين الناس ما ينسوها مهما طالت الأيام. نحن كتبنا زي ما قلنا وشفتوا انتوا الصور من الكتيبات اللي كتبناها على الأخوان المسلمين، ونكتب عنهم لنا أكثر من نصف قرن في محاولة أن الناس يتفادوه ويظهر لهم الخراب اللي ممكن يحصل للسودان إذا هم رجعوا إلى السلطة. عندنا في كتاب هؤلاء هم الأخوان المسلمين الكتاب الأول عنوان جانب نقول الأخوان المسلمون والانصراف على التربية، ونقص التربية والترشيد في تنظيم الأخوان المسلمين إنما مرده إلى غلبة روح التنظيم على العمل التربوي، وذلك بأن حركة الأخوان المسلمين قد نشأت على أساس المواجهات السياسية والمصادمات الدموية والتصفيات الجسدية، فصار الاهتمام عندهم يولى بما يقوم به عضو التنظيم من عمل خارجي في اتجاه العنف أكثر من العناية بالتربية الداخلية، وحتى ما يتلقاه عضو التنظيم من تربية إنما ليجعله على درجة عالية من المقدرة والحماسة لخدمة أغراض التنظيم العنيفة، والتعاليم التي يتلقاها الأخوان المسلمون في مرشديهم إنما لتعمق فيهم روح الوصاية والاستعلاء على كافة الناس من لا ينضوون تحت لواء تنظيم. فالأخ المسلم لو كان عمره في التنظيم لا يعد الأيام القليلة، إنما يوجه ليشعر بكمال دينه وبنقصان دين الآخرين، ومن ثم بروح الاستعلاء عليهم، ويسمى الأستاذ سيد قطب ذلك باستعلاء الإيمان، ويفرد له بابا كاملا بهذا الاسم في كتابه معالم في الطريق. وهذه التوجيهات إنما لها آثار تربوية سيئة وسلبية في نفوس النشء والشباب، بما تنزره في نفوسهم من الاستخفاف بقيم المجتمع والجرأة على الكبار، وبما تصرف عن النظر إلى العيوب الذاتية، وذلك حيث يكون اهتمام الفرد منصبا على عدوه الخارجي، وليست مظاهر التعصب والتشنج والميل للعنف والإرهاب والإثارة التي عرف بها الأخوان المسلمين في جميع الأوساط إلا أثرا طبيعيا لضعف قيمة التربية في هذا التنظيم. ونورد هنا أحد توجيهات وإرشادات الشيخ حسن البنا إلى الإخوان المسلمين، قال لهم: نحن أيها الناس ولا فخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملت رايته من بعده، ورافعوا لوائه كما رفعوه، وناشروا لوائه كما نشروه، وحافظوا قرآنه كما حفظوه، والمبشرون بدعوته كما بشروا، ورحمة الله للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين.
أيها الأخوة المسلمون، هذه منزلتكم، فلا تصغروا من أنفسكم فتغيسوا أنفسكم بغيركم. دي التربية ودي الأخلاق اللي بيقوموا عليها الأخوة المسلمين، أنهم زي الصحابة زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنه ما يصغروا من أنفسهم وما يغاروا نفسهم بغيرهم. دي نوع التربية اللي طلعت لنا الناس اللي انتوا سمعتوا وتوصيهم هسه وسرقتهم للمال العام. عشان كده المظاهرات كانت بيقولوا أنه يعني بتوصيهم في منتصف النهار في منتصف الخرطوم بأنهم حرامية لأنهم بيأكلوا مال الشعب. دي للناس اللي بيوصفوا نفسهم بيقيسوا نفسهم بأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإحنا نعتقد أنه إذا الناس عرفوا تفاصيل الأخوان المسلمين وأنه الناس لا علاقة لهم بالدين ولا بالأخلاق، يمكن ثورتنا ومستقبلنا يكون يمشي في الاتجاه الصحيح. لكن إذا كان لا زال في ناس بتضللوا بالمظهر الكاذب وباستعمال اسم الله والنبي، يحتاج لوقت طويل عشان نذكر الناس، وبتكون في تجارب غاسية جدا في الطريق. بعد المقدمة دي زي ما قلنا وشعرت بأنها بدأت تطول، بنجيب هنا وبنفتح باب الباب للحوار والأسئلة والتعليقات. طيب جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول الأسئلة اللي وصلتني من عثمان اي جي، سؤال قال: لماذا الإسلاميين لا يطبقون الإسلام الحرفي؟ دائما ما يقومون بتطبيق بعض الأحكام الإسلامية ويضيفون عليها القوانين الوضعية، وهذا يخالف الإسلام ويحوله تلغائيا إلى دولة علمانية. باختصار، أي إضافة لأي قانون وضعي يحولها لعلمانية، وهذا ما لا يريد استيعابه البعض. الأخوان المسلمين بيضيفوا وبيعملوا قوانين من عندهم لأنه فهمهم للإسلام لا يسعى هذه الحياة الجديدة المتطورة اللي استجدت فيها مسائل في المجتمع وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع لم تكن في الماضي. ولذلك هم بيتناقضوا، ولما وجدوا نفسهم في السلطة تركوا الدين جانب بكل تفاصيله، حتى الأشياء في التربية والأخلاق والعفة عن أموال الآخرين والأمانة والصدق، مسائل الأخلاق الواضحة ما حولها نزاع تركوها جانب. وانت شفتوا هسه في الفيديو اللي شفتوه ده كلام حسين خوجري وكلام صادق عبد الله عبد الماجد وكلام موسى كرامة عن وكلام الترابي نفسه عن الأعضاء التنظيم وعدم دين وعدم أخلاق وكل التفاصيل اللي انت شفتوها. السبب في الموضوع ده لأنهم ما اهتدوا للفهم الصحيح للإسلام وبقت متاجرة، والناس برضو الناس التابعون بتفصيل يعني حللوا الحرام وأباحوا الربا وجلسوا قالوا أن الحكومة ممكن تتسلف من الملايين بالفائدة إلى كثير من الأشياء اللي انت شفتوها المخالفة للشريعة الإسلامية. وبعدهم بيطلعوا يتبجحوا ويقولوا احنا لازم نطبق شرع الله. فالأخوان المسلمين باختصار لا يمكن ان يطبقوا الاسلام لانه ما عندهم فهم اسلامي اللي يطبقوه، واخذوا 30 سنه اللي هي اكثر من عمر الاسلام منذ بدايته في مكه، 13 سنه الاولى والعشر سنين الاخيره هنا اخذوا زمن اكثر منه. الدوله المدينه كانت عمرها 10 سنين، هنا اخذوا 30 سنه. انتهينا للصيغة اللي بوصف فيها موسى كرامة، يعني صور إبليسية الشيطان الرجيم ما تخطر بباله. أن تسجل شركة وأن تديها عطاء، والعطاء يكون قبل التسجيل تاريخه، يسجل الشركة بأثر رجعي، وأنه تشيل أموال الحكومة وتسفرها برا إذا دبي ولا لبليزيا وتشكلها كأنها عملة أجنبية وتجي راجعة تشتري بها الأسيت تسيبها الممتلكات بتاعت الشعب زي الخطوط الجوية السودانية، خط الطيران أو الخط البحر الخطوط البحرية، ولا كل المدابغ الجلود أو الفبارك كلها بيعت ليهم هم بقروش جايبينها من برا اللي هي شالوها من الداخل خزنوها في الخارج وجرى بها في أوراق في يدهم، وكل الفساد اللي وصفوه بجدارة شديدة جدا جدا ناس موسى كرامة.
على أي حال الأخوان المسلمين ما عندهم من الدين ما يطبقوه نظريا ولا عمليا، وده سبب تخبطهم، ونحن محاولتنا كشفهم للناس عشان ما يعيدوا التجربة اللي سبقت ونفذت في السودانيين لمدة 30 سنة. هاني قال أسمع كثير من المحللين يقولون أن الجماعات الشيعية مثل الحشد الشعبي، جماعة أنصار الله وكذلك الخميني، هم صنيعة الاستخبارات الأمريكية، بينما الشيعة لديهم اعتقاد أن الإمام في علي وليس في أبو بكر، وهذا الخلاف تاريخي. هل هناك رابط بين موضوع الإمامة التاريخية وبين ما تفعله تلك الجماعات من دمار وتخريب في بلداننا الإسلامية؟ فهم الشيعة وفهم الأخوان المسلمين كله فهم منحرف للإسلام، ولذلك عملهم ذاته ما عنده مقاس في مقاس الأخلاق ولا في التنظير الإسلامي في ما يسند فهم الشيعة في إيران ولا في الخلافة أو فهم الأخوان المسلمين في السودان وفي مناطق أخرى من العالم. عندهم أفكار منحرفة عن الإسلام، بتستعمل هذه الأفكار الغريبة لتخدير الناس ولسوقهم عشان القيادات بتاعتهم تعيش الحياة المرفهة على حساب الشعوب. ماجد التوان قال ما الفرق بين توريث النبي للخلفاء من بعده في الحكم واستخدام نظام أشبه بالإقطاعي وتوريث الملكيات الوراثية في دول الخليج؟ عدم تصويت غير المسلم للحكم في عهد النبي مثل عدم تصويت عموم الشعب في مزارع الخليج. طبعا ما في يعني مقارنة بين أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أبو بكر وبين خلافات دول الخليج أو أي نظام ملكي في العالم، لأن أبو بكر ما كان هو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقول أنه ورثه. أبو بكر بايعوا الناس لأنه كان أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان أكبر الأصحاب، لو وضع إيمان الأمة في كفه وإيمان أبو بكر في كفه لرجح إيمان أبو بكر، وهو الذي صلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. بالسبب ده كثير وبايعوا عمر وبايعوا الناس في المدينة على أن يكون الخليفة، وهو ما من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من ذريته، وما عمر ما من ذرية أبو بكر، وعثمان ما من ذرية عمر، وعلي ما من ذرية عثمان، ولذلك ما ممكن يشبه نظام التسلسل في الخلافة في الصدر الأول للإسلام بالنظام الملكي، يعني بيكون مقارنة ما قايمة أساسا. طيب جدا. هنا معنا في الزوم الأستاذ سامية، our question in English نقرأه. قالت the ruling pattern is such that Thor corrupts in Sudan. Corrupts, yes. In Sudan, we had many who arrived at the top with great intentions. Then they deviate and amass wealth. How do we break that pattern? فهمت صح انه كان زول بيجي بنوايا حسنه لكنه بينحرف انحراف شديد بعد ما يكون في السلطه، وده شيء طبيعي طبعا، لانه اهلنا بيقول لك في البرع عوام. زول من برا يفتكر نفسه انه معصوم من الفساد وكذا، لكن هو ما بيختلس لانه الاموال ما جاته. التجربه الحقيقيه اللي بيحصل منها الاخلاق والدين انك انت تكون في التجربه وتجيك الاموال، بعد ذاك تتكلم عن نفسك هل انت بتقدر تعيش عنها ولا لا. والتجربه في عهد الاصحاب كانوا ابو بكر الصديق كان من اغنياء مكه، لكن دخل الدين الاسلامي وخرج منه فقير، وكذلك عمر وكذلك عثمان كان بيزود جيش بحاله من امواله الخاصه. الاسلام حقيقه بتدخل غني بقروشك وتطلع منه فقير. الاسلام بتاع الاخوان المسلمين والوهابيه والجماعه دي بتدخل فيه فقير بتطلع منه غني، ده الوضع الشاذ. ليه؟ لأنهم بيدعوا النزاهة والأيادي المتوضية والأيادي الطاهرة لما كان بيغشوا في الناس يسوقون للعمل السياسي والتصويت لهم. لما جاء في الحقيقة طلع أنه بيفسد فساد يتعلم منه الشيطان الرجيم. فالمسألة كلها في أنك أنت تكون في التجربة
يعني مثلا عمر بن الخطاب كان بيقول لزوجته: ما زاد عن قوتنا فالمؤمنين به أولى، قومي لبيت المال رديه. ده في حاجة بسيطة جدا جدا هو بيتعفف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الشيب يده، وده كان المسؤول الأول في الدولة الإسلامية. وأنا حكيت القصة بتاعة أبو بكر الصديق وعمر لما قال خرجنا في ليلة في نهار غايز، فلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ما الذي أخرجكم؟ قال لهم: إنما أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال لهم: والذي نفس محمد بيده، إنما أخرجنا الذي أخرجكما. أبو بكر وعمر ومعاون النبي صلى الله عليه وسلم دير رأس الدولة الإسلامية، جعانين كلهم في بيتهم ما في أكل. دي الإسلام، دي التجربة اللي بتبني عليها أخلاق الإسلام. مش عمل الناس التراب اللي قال إنه الأمانة والعفة ما في مغرراته. ولذلك الإنسان قد يدعي ما يدعي، لكن التجربة هي اللي بتمتحن صدقه من كذبه. ووضح كذب الأخوان المسلمين العريض عندما استلموا السلطة 30 سنة، ولا زالهم بغلطوا، ولا زالهم ما دارين يستفيدوا من التجربة. ولو كانوا عندهم أي وازع الدين حقوا يجلسوا يشوفوا أنه ليه الناس ديل، الشبان ديل والشابات ديل، ديل الناس تربوا في مدارس وفي معسكرات تدريب وكذا، وصلوا لهذه النتيجة أن هؤلاء حرامية ولا دين لهم ولا أخلاق، ويجب أن يذهبوا من أمام الشعب السوداني. نعم. طيب، صلاح الشريفي قال يمكن يكون هو جايب، خلينا نقرأ سؤال الفهداوي وبعد ذلك نقرأ صلاح الشريفي حسب الترتيب اللي وصلنا. الفهداوي قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور داني، ما هو نادي عطبرة ومتى تأسس؟ تعريف لذلك الله يسلمك لو عندك معلومات. لو ده الأخ ابتكر العراقي قبل كده كان بيسأله، عنده ابتكر دراسة عن الأستاذ محمود، إذا عندك له إجابة. والله ما حاضر على التواريخ هسه في ذهني، لكن ممكن نشوف ليه، ولا لو كتب هو في موقع الفكرة الإيميل بتاعه أو تلفونه أو كده، ممكن نرجع ليه بالتفاصيل اللي يبحث عنها. طيب جدا. صلاح الشريفي أنا ما أعرف ويف صديش، لكن قال: دي ثقافة سودانية وليست ناتج الإسلاميين. ما أدري هو يقصد إيش، ما أعرف يعني. صلاح الشريفي تاني رجع قال: أنتوا ذاتكم قاعدين تعملوا فيها أكثر نظافة من غيركم وتمثلوا في الفاضي ساكت حتى تخدعوا الشعب السوداني. بعدين خلينا نقرأ كلامه كله. لا كان نبعد نبوة صاحبكم المدعي صاحب الرسالة الثالثة، خلافنا معاكم ليس في أموال ودراهم، خلاف في أصول الدين الذي تسعون الناس فيه وتدمير. أنتم إنتاج أمريكي قال جديدة، يعني أمريكا دعمتكم عشان تكونوا بديل للإسلام الصحيح. عندك ليه رد؟ نسمع. لو قال هسه دي مثلا، لو هو بيقول انه امريكا دعمتنا وبورينا دعمتنا مع كيف معناته شنو ودعمتنا بشنو، كان بيكون في كلام يرد عليه. ولكن دي غاويل غريبه جدا جدا. الاخوان المسلمين وجماعات الوهابيه هم ربتهم المخابرات الامريكيه واللي مولتهم وسلحتهم، واي زول متابع قضيه أفغانستان بيعرف أنه من وين مشوا الناس ديل. وكلام محمد بن سلمان كان ظاهر أنه ده توجيه أمريكا والدول الغربية لهم، وأنه النظام الوهابي نظام الأخوان المسلمين لحد الآن هسه دي همه الأول أنه يكون معترف به في أمريكا وفي إنجلترا. والتسجيلات بتاعت الأخوان المسلمين في مجلس في الاجتماع في البرلمان الإنجليزي موجودة في اليوتيوب، ممكن الناس يشوفوها عشان يشوفوا أنه في أي كلام عن وصول الإسلام أو خلافه.
ولا انصياع وطاعة لما أفرزته الحضارة الغربية من كل سوء. نحن الجمهوريين ما نازلين انتخابات ولا دارين حكم ولا يزدون الوظائف من أخذها ولا نحن بنشيل اشتراكات من الناس ومنكلم الناس السدي عبر الانترنت دي اللي بيقتنع بالكلام ده يعمل به في خاصة نفسه وما ضروري يلاقينا. ده كلام الأستاذ محمود، ده كلام الفكرة الجمهورية. فنحن بنكلم الناس بالدين لأنه دارينه نحن لأنفسنا، لأنه القرآن بيقول يعني الحديث بيقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ده دافعنا نحن، وقول لا خير في كثير من نجوام القرآن إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فنحن هسه ده دارين نصلح ما بين الناس بأن نرجعهم للسنة النبوية ليعملوا بها في خاصة نفسه، ليغيروا نفسهم، ليغيروا مجتمعهم. والكلام ده نحن لو جو الناس طالبونا بأنه نجي في الحكم ما بنجي في الحكم، لأنه نحن عندنا شروطنا وعندنا طرقنا اللي بنتكلم بها وطريقنا اللي بنفتكر أنها هي الطريقة الصحيحة بمثل الإسلام. فكون أنه يجي شخص يتهمنا بأنه نحن بنمول لأمريكا، لو كان عنده وثائق وعنده أسماء نحن بنسمع منه ونشوف سند شنو في هذا الكلام الفارغ. نعم. فهد قال سؤال: لماذا دكتور أحمد دالي دائما أن يتكلم عن النظام الديمقراطي في الجمهورية وأننا لا نحمل السلاح؟ وهذا شيء ممتاز، أريد منه الحديث وأن يشرح لنا ما هو شكل السلطات الثلاثة وكيف ستسن القوانين بالبرلمان وكيف شكل الإقليم في حال الفوز بالترشيح وكسب أغلبية، وهذا ما يهم الناس، وشكرا. احنا في الفكرة الجمهورية بندعو الناس للصيغة اللي بنفتكرها هي الصيغة الدينية الإسلامية. انا افتكر انه اول حاجة الناس يتربوهم على الأخلاق النبوية، تستقيم النفس في الاول، لأنك انت ما ممكن تطبق شيء في الخارج ما لم تستقيمه في نفسك. يعني انت اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، والقرآن قال لي: إنك لعلى خلق عظيم. حتى بعد درس سلوه قال لي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أو يا أيها المدثر قم فأنذر. بعد ما تربى التربية اللي عبر عنها في حديثه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نحن بنفتكر أنه نمشي على النهج النبوي بأنه الإنسان يتربى في الأول. الشخص الزي ده جاء والخطاب قال له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لما أنت تكون عندك علاقة مع الله ورب العزة نفسه يقول لك لست عليهم بمسيطر، أنت بعد ده بتراغب نفسك شد المراغبة في الله سيطر على الآخرين. ودي الروح الديمقراطية اللي بتبني عليها النظام الديمقراطي، أن تكون أنت ديمقراطي في داخلك وأنت بترعى علاقة مع الله بينك وبينه، أنه تعرف أي اتجاه للسيطرة على الآخرين بتنقص عبوديتك لربك وفيها معصية لهذا التوجيه الإلهي العظيم. القرآن بيقول: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك الديمقراطية بتجي من هنا، بتجي من أنه الإنسان يترك ليعتقد فيما يشاء. نحن بنعتقد الاعتقاد الصحيح هو في الله وفي النبي، والعمل الصحيح هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام يصل للإنسان باقتناعه بعقله، لأنه بالإكراه أنت بتخلق منافقين، ما بتخلق سالكين مهتدين يطبقوا الشيء المقتنعين به وليستفيدوا منه. لو جاء المجتمع بالصيغة زي دي اللي بتربى على أنه بحسب امرئ من الزاد لغيمات يغن صلبه، وأنه أنت بتأخذ من الدنيا دي زاد الراكب، ويتربى على الطريقة النبوي اللي كان ما بيترك الدرهم لبكرة، إذا تربيت على ده أنت تكون عندك فرصة لتحقق المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية في الديمقراطية والاشتراكية. إذا أنت متربي على أنه أني لست ملكا، أني من امرأة من قريش كانت تأكل القديد، وقال: لا تعظمونك أتعظم العايم ملوكا، وقال: أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. إذا الزول يتربى على زي دي أنت ما تسمع في مساواة اجتماعية. فنحن بنفتكر أن المساويات الثلاثة في الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لما الإنسان يتربى على الطريق النهج النبوي. لما نجي الناس المتربيين زي دي المقتنعين بأغلبية كافية
بتجي السلطات الثلاثة، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، من ناس عندهم أخلاق وعندهم تربية وبمارسوا قيمة في أخلاقهم في نفسهم في الأول، بعدها بيطبقوها في الجماعة، فأنت بيكون عندك سلطة قضائية من ناس أمناء، من ناس سعيهم لتحقيق الحق والقضاء بين الناس بالعدل، وعندك نظام اقتصادي قائم على الاشتراكية، ونظام ديمقراطي قائم على النظام السياسي قائم على الديمقراطية، ونظام اجتماعي قائم على المساواة. دي الصيغة اللي احنا بندعو لها. الأخ ممكن يقرأ في أسس دستور السودان يشوف التصور الكامل لتعريفنا للشعب وللسيادة وللسلطات الثلاثة وللتربية، كل المسائل اللي تكلمنا عنها دي بإيجاز. نعم. في تعليق أفتكر من الأخ الصادق النظيف، قال الأخوان المسلمين صنيعة من المخابرات الإنجليزية وثم دعم وتم سوري حسن دعم حسن البنا في مشروعه، وكذلك فرنسا داعش وبوكو حرام صنيعة مخابرات أمريكية، صناعة الحركات الإسلامية يدعمها المال بدعمها المالي متعلق بشغل قربي ومخابرات. صحيح صحيح طبعا، ده كله صحيح. وحركة الأخوان المسلمين وحركة الوهابية وحركة الجهاد الإسلامي وبوكو حرام والشباب، كل الجماعة دي طبعا الناس بيذكروا أنه كانوا في الخرطوم عندهم مكاتب وعندهم مندوبين وفتحت لهم البلد لغسيل أموالهم، وهم كلهم يعني صناعة غربية. والناس اللي زي ما قلت اللي بيتذكروا التحشيد والشيل كانوا قاعدين ناس أيمن الظواهري وناس بن لادن لسوق الشباب من الشرق الأوسط ليحاربوا في أفغانستان، ده كان مشرف عليه والمخابرات الأمريكية، ما في كلام. ولا يمكن الدين ينتصر بالباطل، ولذلك انتهت الأمور اللي ما انتهت له، والأخوان المسلمين بدوا يسلموا في الجماعات الإسلامية دي، عملوا بها صداقة مع السي آي اي. رئيس جهاز المخابرات السوداني جاء أخذته طائرات خاصة للسي آي اي لتأخذه لأمريكا، وشال معاه من الملفات ما فاجأ الأمريكان نفسهم، وكتبوا عنها في لوس أنجلوس تايمز، جريدة بتطلع في كاليفورنيا، وكتبوا عن أنهم هون يعني أخذوا اللي يقول عندهم أكثر مما كانوا يتوقعوا، فباعوا كل الحركات الإسلامية وتغربوا بها للنظام الغربي. وما تسمعوا التهيج والهيصة دي، شفتوا براكم انتوا هسه في الفيديو اللي عرضناه ده، البشير كيف جلس زي التلميذ الأولية، نحن دارين حكمة هيا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ده قائد المسلمين، قائد المؤمنين مش يطلب في الحماية من روسيا اللي قال أنه دنا عذابها وأنه عليه اللي غار ضرابها. فكونوا استعمال اسم الدين والجهاد والحرص على الإسلام والكلام يعني وصم الآخرين بأنهم عندهم علاقات مع السي آي اي، لأنه يفتكروا أن الناس الآخرين زيهم واحد، ده ذاته من سوء الظن. مستوى الظن بتفتكر الناس بيشبهوك، لو انت كنت حرامي بتفتكر الناس كلهم حرامية. فعلى اي حال الاخوان المسلمين وجماعة الوهابية والجماعة دي ما عندهم علاقة بالدين ولا عندهم يعني نموذج يقتدى في موضوع الاخلاق والتعامل النزيه، ولذلك ممكن يقولوا كل شيء ويفعلوا كل شيء. وهسه دي بس احنا في النموذج اللي عرضناه وده يكفي، وده المحك الحقيقي، محك أن تكون أموال المسلمين عندك في يدك، أموال اليتامى والغصر والأرامل والفقراء، وإنت بتعمل فيها العمل الهسة والصفور ناس حسين خوجلي وموسى كرامة والترابي وصادق عبد الله عبد المجيد، قيادات الأخوان المسلمين. طيب جدا يا حافظ، ممكن تفتح المايك تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تحية دكتور دالي، والحمد لله على السلامة دكتور إسماعيل. الحمد لله. أولا أنا أتفق معكم تماما، ما عندي معكم أي اختلاف، وأنا أصلا يعني شخص يعني بدو للدولة الرئاسية. نعم، الأخوان المسلمون يعني هم اللي دمروا السودان،
وانا بقول انه هؤلاء ممتاز، خليك من انه يحكم البلد كبير مثل السودان يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو يا دكتور، نحن السياسيين بتاعنا والمثقفين هنا يعني دائما يعني نضالهم بيكون نضال قصير يعني، يعني نضالهم بيكون من اجل مصلحتهم ما من اجل مصلحه الشعب السوداني. صحيح. ولا من مصلحة الدولة يعني، يكون برا التنظيم بتاع الدولة هنا، لكن مجرد ما يا أخ حافظ دائما صوتك بتقطع، نحن بنسمع جزء منه وجزء بغيب في الحقيقة. تحصل المايك بتاعك بقفل نفسه حتى يعني. طيب على كل، لو سامعنا نحن ما كنا سامعين كلامك بالتفصيل، لكن لو كنت سامع يا أستاذ دالي وعندك تعديل. نعم. صحيح أنه القادة السياسيين بيتكلموا عن الشعب، ولما تجيون الفرصة يجروا في الحكومة ويستلموا الكراسي الوزيرة وتجيون المرتبات والعربات الفارهة وكذا، بينسوا الشعب ويرجعوا لحالتهم الطبيعية القبيلة يستغلوا بها الشعب واسم الشعب. وده نموذج ده هسه الحركات المسلحة بتاع دارفور وغرب السودان. ناس أنس عمر بيقولوا انه لما كانوا البشير، نظام البشير موجود قبل ما يجي بديله حارس نعمته البرهان، كان بيقول المتمرد زي ما في وصف الحركات المسلحه في غرب السودان، الطلقه اغلى منه، الطلقه ب7 جنيه، قال ما تقتلوه بالطلقه، الطلقه غاليه، اتركوه للسباع الحيوانات المتوحشه اللي تاكله. ديل الناس القتلوا خليل، الناس اللي قال عليهم بشير قتلنا منه الآلاف لأتفه الأسباب، جالسين الليلة مع رأس البشير ومصالحين معه ومع لجنة الأمنية بتاعته، طالما أنه المرتبات والأسماء الكبيرة واسمك الوالي وعندك اللكسس واللانكروزرز طالع قدامك وخلفك الموترات، يذهبوا الناس للصحراء ويجلسوا إلى الأبد في معسكرات اللاجئين. ديل الناس اللي بيتكلموا باسم الشعب السوداني. نعم، في تعليق أفتكر من أيمن يونس، قال الإسلاميين حاولوا أكثر من مرة اللي يتقربوا من أمريكا وإسرائيل لكن لم يفلحوا لأنهم هم دعاة إرهاب. عبد الرحيم حسن قال فرق كبير بين الهمبتة وما يفعل الأخوان المسلمين في أموال الدولة، الهمبات يقلق حقك أنت قمرة عين، والأخوان المسلمين ينهبوا المال العام بعد أن نهبوا السلطة. أفتكر هو برد على واحد من الناس اللي يكتبوا. طيب جدا، نمدي فرصة للأخ الصادق النظيف، تفضل يا أستاذ الصادق، ممكن تفتح البايك. طيب السلام عليكم. السلام. الله، أول حاجة جزيل الشكر على المنتدى هذا، يعني مفيد جدا. وأنا عاوز أتكلم عن النقطة الجوهرية، أول حاجة نقطتين. النقطة الأولى يعني قبل كده كان أو في منابر اللي هو علماء السلطة ديل، زي مثلا عبد الحي يوسف كان بيتكلم ويقول مثلا إنه بعد إعدام الأستاذ محمود محمد طه، إنه الأمريكان أخذوا الجمهوريين الموجودين في السودان ودون أمريكا وسكنون وخلون يدرسوا ويعملوا يعني دكتوراه وكده. فدي واحدة من المآخذ قاعد يأخذوها. أنا دارك ترد على النقطة دي يعني، كويس معك. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أصلا نظام الأخوان المسلمين ده عموما بجميع الحركات الإسلامية دي هي بتستخدم الدين كأيديولوجيا، ومعروف بداهة إنه الأيديولوجيا في أعلى درجات هي تزييف للواقع. وواحدة من الإشكاليات بتاعتهم هم بيقيموا دولة داخل دولة، اللي هو على مسمى التمكين، بمسمى التمكين. والإشكالية الكبرى إنه بيأخذوا مصادر مالية من الخارج، من خارج الدولة السودانية، اللي هو بتتمثل من الصدقات والزكاة اللي بتجي من دول الخليج، يعني مثلا الكويت وغيرها، وبيستغلوها. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد بيقول لك يا اخي انا مثلا خليجي غني، ده يقول لك اعمل لي مسجد. ف اللي بيتلقف الاموال دي من الاخوان المسلمين او الحركات الاسلاميه، جميع
بلا فصل، حتى انصار السنه دي معروف الكلام ده بالبداهه يعني. فدي واحده من الاشكاليات بتاعتهم، فهم الغايه الجوهريه بتاعتهم ما الرساله المحمديه الاسلاميه ولا الدين، هي قايه ايديولوجيا بيمارسوا التبليش الغير. السؤال البحير ليه النادي حكمونا 30 سنه؟ رغم انه فتح الضوء في كتبه يعني بيوت العنكبوت والكتب الثلاثه الكتبه دي عن جهاز الامن انه النظام ده كان هش، النظام هش. هل غباء مننا نحن كسودانيين ولا ويش الاشكاليه؟ جوهر الاشكاليه في تحليلاتكم، وشكرا جزيلا لكم. جميل جدا. اولا الكلام عن انه احنا اخذونا الامريكان والكلام زي ده ودونا قرينا، ده كلام فارغ ما عنده اي اساس من الصحه. الحاصل انه امريكا ودول الغرب كلهم، وده خلاف الدول اللي بتسمي نفسها اسلاميه، يعني احنا ما مشينا السعوديه ولا جينا دول الخليج ولا اي دوله عربيه لانه ما بيقبلوك كلاجي. ده السبب، السبب اللي بيه الناس بيمشوا من هنا بيفوتوا للغرب في دول المختلفة، إذا أستراليا ولا نيوزيلندا ولا أمريكا ولا إنجلترا ولا فرنسا ولا ألمانيا، كل دول الغرب اللي بتدي فرصة في اللجوء السياسي. لو كانت الدول العربية بتدي كان ممكن تجد الناس في الدول العربية الإسلامية، لكن في الدول الإسلامية والعربية كلمة الأخوان في الإسلام وفي العروبة دي كلام للاستهلاك السياسي والديني، لكنهم لا يقبلوا اللاجئ السياسي. وهنا أنظمتهم أسوأ من نظام الدكتاتورية في السودان. الناس اللي مشوا أمريكا، نحن مشينا أمريكا مش مشينا في عماية وكاننا معزولين من الناس، معانا سودانيين بالآلاف ومعانا ناس من كل شعوب الأرض المضطهدة دي، إذا كان قلت في كوبا ولا قلت في ليبيا ولا في العراق ولا في كل مكان. اللي بيجي الغرب بيستوفي شروط معينة للجوء السياسي بيلجأ في تلك البلدان. السبب اللي خلى الناس يمشوا دول الغرب لأنه الدول بتسمي نفسها إسلامية وما بتقبل الغريب، والغريب يعامل معاملة الحيوان إذا لقى معاملة تشبه الحيوان يحمد عليها ربه، ويظل وافد لو قلنا بسبعين سنة بيسموه الوافد الغريب. هناك أنت في خمسة سبعة سنين بتكون جزء من المجتمع وبتعيش حياة كريمة. وأي إنسان في الحقيقة زي ما قال في القصة المشهورة المعروفة الصورتان في الحجاز حلتا على فنن، انتهت لأنه هب جنة الغلد اليمن لا شيء يعدل الوطن. أي إنسان مشى مكره، لكن مشينا لدول الغرب لأنه هي فيها النظام السياسي والقانوني اللي بيسمح باللجوء السياسي. لكن ما استقبلتنا مرئيس أمريكا في المطار، مشينا زي الآخرين، اشتغلنا سواقين واشتغلنا شغل هامشي كثير جدا جدا. والناس بعد ذاك لانه الشباب اللي مشوا من هنا مشوا وهم كانوا واعيين وبيختلفوا من اللاجئين المختلفين من دول العالم المختلفه، كان همهم التعليم زي ما يكون همهم في السودان التعليم، ولذلك مشوا القادر منهم واللي قدر يجمع قروش كويسه من الشغل البسيط بتاع انك تسوق سياره ولا تسوق لك تاكسي، مشوا المدارس وقروا زيهم زي الاخرين. فاذا كان في شخص بيفتكر انه في اموال ماخذينها نحن من حكومة أمريكية ولا حكومة من أي شكل إن كان، يطلع بأوراق ونتكلم معه. فدي نوع من لما الإنسان ما يلقى فرصة في إدانتنا بسلوكنا وبفكرتنا بيمشي في اتجاه كلام معمم ما عنده قيمة ممكن أي إنسان يقوله ويرمي على عواهن وينصرف. قال لي الأخ حكمونا، الأخ الصادق حكمونا الأخوان لكل هذه المدة، لأنه نحن سمح لنا نفسنا بأن نتضلل باسم الدين. الأخوان المسلمين شفتوا أنتم أنه هي لله لا للسلطة ولا للجاه، وأنه قام عليهم سموا نفسهم أنه يعني دارين المساجد تكون في كل محلة تحت اسم المساجد، استلموا المتاجر واستلموا كل شيء، ضللوا الناس باسم الدين، والناس يعني استمروا مضللين الى ان ربنا يسر الشباب ديل والشابات ليكتشفوا حقيقه الاخوان المسلمين ويسوروا زورهم بهذه التضحيه العاليه والدماء الزكيه اللي بتراق في الشوارع الخرطوم والمدن المختلفه لحرروا الناس من النظام ده. المشكله هسه دي كانهم بدوا عايدين ثاني، دارين الناس ما يكرروا التجربه اللي انت هسه دي شعرت بانها مده طويله
نحن لو كان بس بقت التضحيات على ما تم في الثلاثين سنة الفاتت برضو كويس، لكن هسه الخوف أنه نحن راجعين تاني لنفس المستوى القديم وأسوأ منه. نعم، في سؤال قبل ما ندي الأستاذة رجاء الفرصة من ياسر M5، قال جميل كلام الدكتور دالي أننا لا نطمح بالحكم، إذا لماذا لا تحول الفكرة الجمهورية إلى دعوية ولا تدخلها السياسة؟ أنت تطمح بالحكم مثل العسكر وجماعة الأخوان المسلمين، ولا فرق بينكم إلا بالمسميات لا جديد. واصل قال هو يقول نريد كسب أغلبية للشعب وهذا لم يتحدد، هو يحلم بشيء مستحيل، التحقق لن يجمع على فكرة لن يجمع على فكرتك الناس لأنها دينية وليست مدنية تحتوي الجميع، والناس بعضهم متخلفين استحالة يجمعون على فكرتك أو فكرة غيرك. إذا الناس ما أجمعوا على فكرتنا دي أو ما عندنا أغلبية نحن ما حنجي السلطة، بس ببساطة شديدة يعني نحن هسه هو بيقول أنكم زيكم زي الحركات الدينية الثانية، الأخوان المسلمين بيجوا بانقلاب عسكري زي ما جاء في عهد البشير، بيستعملوا الاغتيالات بتاريخهم كله من حسن البنا إلى الترابي، بيعملوا بياكلوا أموال الناس بالباطل. نحن حركة إسلامية دينية لكن بنتكلم عن الأخلاق وعن المساواة وعن الاشتراكية والديمقراطية والمساواة الاجتماعية. السياسة والاقتصاد والاجتماع عندنا من الدين الإسلامي، لأنه الدنيا مطية الآخرة، وإنت عشان تمشي من الآخرة من الدنيا للآخرة لابد المطية بتاعتك تكون ذلول ومطيعة وسريعة، ولذلك بيجي كلام عن تنظيم حياة الناس في اقتصاد وسياسة واجتماع. الناس بيجمعوا على الدين لما يتقدم الدين بصوته الصحيحة، الناس ما بتجمع على الدين إذا كان الدين بيفرق بالعقيدة وبيميز ناس على ناس هترفضه، لكن إذا الدين فهم فهمه الصحيح اللي بتطرح الفكرة الجمهورية الناس حييجوا فيه. وعلى أي حال الأخ ما ينزعج، نحن لو ما بقينا أغلبية ما بنجي، فأنت مرتاح. يوم نقنع عن الأغلبية، الأغلبية بتجي تمسي تختار مندوبينا اللي يمثلوها اللي يطبقوا الشيء أساسا هون اقتنعوا به في المقام الأول. أيوة يا أستاذ رجاء تفضلي. سلام للجميع، شكرا جزيلا يا دكتور إسماعيل، سلام دكتور دالي والحضور الكريم. الحقيقة أنا كنت دايرة أسمع تعليق دكتور دالي على الموقف بتاع تروس الشمال وفض ترس بالقوة من شرطتنا العجيبة، وفي نفس الوقت مقتل عاطف عبد الفراج ودهسه بشاحنة بواسطة واحد مصري. فأنا بفتكر إنه ده مش مقتل شاب واحد، ده مقتل شعب كامل، وديلا ناس واقفين في حماية مواردنا الاقتصادية، ما هي مواكب الثورة. فأنا بفتكر إنه الشباب ديل مفروض يكونوا مسلحين، ومش هم بس، الشمالية كلها مفروض تكون مسلحة، لأنه الشيء الحاصل ده استفزاز يعني هزانا كلنا بصراحة. فأنا كنت عايزة أشوف رأي دالي في الحتة دي شنو، وفي نفس الوقت أنا بفتكر إنه دي خطوة بتاعت عصيان مدني، فنحن ما عندنا بعد كده طول قوية ممكن تدمر النازل غير العصيان المدني. فعايزة دكتور دالي تعليقه على إنه يبدأ العصيان المدني ويكون بخطة مسددة على أساس نحن نقدر نعزل الانقلابيين ديل ونتخلص من القصة دي. شكرا. أولا الحكومة ظاهرة هسه احنا نتكلم على إنه دي حكومة أخوان مسلمين، لما حصل قفل الشرق وطريق الميناء ما تحركت، بالحقيقة مش يشجعوا المعتصمين، ده عمل هسه دي عمل في خيانة الشعب السوداني، لما هم سمحوا بقفل الشارع وقفل الميناء في شرق السودان كانوا يكون في تصورهم انه الناس الاخرين برضو بيستعملوا نفس السلاح ده اللي قدام، لكن لانه يا طريقة الاخوان المسلمين في انه واحد يسمحوا له وواحد يقتلوه، ودي الشعب بيستعملها كنموذج للظلوم للمظالم
المستمرة من تنظيم الأخوان المسلمين لأفراد الشعب السوداني. إذا جاءت التوجيهات للنظام ده لأنه القوة الأجنبية متدخلة فيه، إذا جاءت التوجيهات أنه يكسروا رأس الشمال ويكسروا التروس بيعملوها لهم بدون ما يكون في أي تردد حسب التوجيهات الأجنبية. المسألة بتاعت أنه يسلحوا دي من أخطر ما يكون، من أخطر التوصيات والاقتراحات، لأنهم هم دارين يسوقوا الناس للميدان اللي هم بيجيدوا فنه. أخطر شيء أن الثورة السلمية دي تنقلب لعنف ويكون في تشجيع لحمل السلاح من أي شكل من الأشكال. الثورة دي قوتها في سلميتها. الأخوان المسلمين بيجيدوا العنف، ده شغلهم الشاغل، والسلطة عندها السلاح. فإذا كان الناس بيفتكروا أنه يسلحوا في مواجهة السلطة وتنظيم الأخوان المسلمين المدرب من حركات مختلفة وأسماء تنظيمات مختلفة، أفتكر ساقوا الناس للميدان اللي هم عايزين يكونوا فيه. لكن لما يكون في ميدان سلميتهم بيطلع زي عميد الجيش ده ليكذب مثل هذا الكذب المفضوح ويكشف نواياهم الحقيقية. لكن إذا كان في شبهة أنه شايلين سلاح، ده تبرير للقتل الجماعي. فأسوأ أنواع الوصايا أنه الثورة دي تمشي تنقلب لناس يسلحوا وتكون عنيفة. الثورة دي بدأت سلمية، أكتوبر سلمية، أبريل سلمية، ديسمبر سلمية، تظل سلمية، وبسلامة ده بتشيل السبب في استعمال العنف ضدها وبتخدم غرضها إن شاء الله بدون ما ترجع للعنف، وتمثل نموذج للشعوب الأخرى عشان تغير أنظمتها بدون عنف. ما أعرف إذا كان في العصيان المدني سلاح مجرب وسلاح سلمي برضو، إذا أمكن نضجة الظروف له بيكون ده أنسب طريقة، وأن الناس يدخلوا في عصيان مدني شامل ويسقطوا هذا النظام الدكتاتوري الغاشم. نعم، ندي فرصة للأستاذ نوال وبديك راجع يا أستاذ حافظ، لأنه أنت قبل كده أخذت فرصة، لكن بديك فرصة برجع عليك على طول. أستاذ نوال تفضلي، تفتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. لكم التحية. وعندي سؤال، والله أنا عندي ملاحظتين ولا سؤالين. السؤال الأول دار أسأل يعني دكتور دالي بين الفكر السلفي والفكر وفكر الأخوان المسلمين، يعني نظرتهم للاثنين المجموعتين ديل شنو؟ دي حاجة. لكن والحاجة الثانية أنا معك 100% في حكاية إنه سلاحنا الوحيد اللي احنا متشبثين به هو السلمية، فده سلاح وقوي جدا جدا ولا بد الناس ان يتمسكوا به الى النهاية. لكن عندي ملاحظة يا دكتور دالي بانه يعني الميثودز المستخدمة، التكنيك والاستراتيجيات المستخدمة حاليا بقت شبه يعني مونوتونس، يعني شكلها زي بقت يعني التتريس المواكب. فليه الناس ما يعني يجتمعوا مع بعض ويلقوا لهم طرق وأساليب يعني تكون شوية مختلفة عشان يقدروا يعني يدفعوا بالثورة دي لقدام. وفي ملاحظة برضو، الملاحظة يعني إنه الناس تقريبا بقى الموت الزمان، لما يموت واحد الشعب السوداني كله بيطلع برا الشارع. أسي بقى الموت يعني للأسف زي بقى قرب بلينا حاجة عادية، ودي ظاهرة غريبة جدا جدا وخطيرة جدا جدا جدا. يعني الروح بقت كأنها يعني ما عندها يعني تمنى زي قلة كده في عند الإنسان السوداني. بدي الملاحظة بتاعتي، وشكرا لك كثير والتحية لكم كلكم. طيب جدا. أول حاجة الفكر السلفي وفكر الأخوان هو فكري واحد تقريبا، هناك اختلافات طفيفة جدا. الأخوان المسلمين السلفيين وفكرهم متخلف عن الحياة ومفارق للدين، لكنهم هون أكثر مقدرة على إخفاء تخلفهم. الوهابية وجماعة السلفيين الآخرين تخلفهم واضح
وظاهر حتى يعني ظهر في موطن الأم في السعودية، ونموذج محمد بن سلمان هسه في الثورة عليه على فهمه واضح جدا. الأخوان المسلمين والسلفيين عموما بيفتكروا أنه دارين يجيبوا الشريعة الإسلامية اللي طبقت في القرن السابع لتطبيق اليوم، وده كلام غير ممكن وليس هو مطلوب الدين. مطلوب الدين احنا، وده كلام بنقوله كثير وتفاصيله في كتبنا، في الرسالة الثانية من الإسلام أو الإسلام أو من دقائق حقائق الدين فيه تفصيل شديد. مثلا في الدعوة للدين، في مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال للقرآن: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أو لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لما 13 سنة الناس ما آمنت وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أذن له الهجرة وابتدى نسخ الإسماح ده، وقال له: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، لحد ما نزلت آية مشهورة بآية السيف، قال له: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودمائهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. فهنا واضح أن في مستويين للدعوة. الأخوان المسلمين بيفتكروا أنه دارين يجيبوا الجهاد بالسيف لليوم، وافتكروا أنه ممكن يحاربوا أمريكا وروسيا زي ما شفناهم في القصيدة اللي هسه شفناهم بينشدوها طوال في معسكراتهم تحت التدريب اللي عرضناها في قبل شوية في الفيديو هنا، لكن انتهوا لأنه جلسوا أمام زعامة الكفر في العالم اللي هو بوتين، رأس النظام الرئيس جهاز استخبارات الاتحاد السوفيتي القديم اللي بقى روسيا هسه حاليا، جلس قدامه بكل انخفاض وقال له: دارين حمايتكم، لا يمكن انت تدعو للجهاد وتقول امريكا روسيا غدنا عذابها ثم تنتهي بانك ماشي تجلس امام بوتين وتطلب منه الحمايه للدوله الاسلاميه وللمسلمين. ده دليل عملي انه الكلام ده في غير وقته. أحسن ما في الدين الإسلامي السلام، وشعار السلام عليكم، والقول عند الله ما بيعبر إذا ما أصبح فعل، لما تقولون ما لا تفعلون، تقول السلام وتفعل السلام. والدين الإسلامي دين السلام، وبتمثله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليوم الليلة بندعو للسلام ليدخل الناس في دين الله أفواجا بالإقناع والاقتناع، مش بالجهاد بالسيف، بالجهاد الأكبر بعرض النموذج الإسلامي الناصع في سلوك الفرد البشري وفي تكوين الجماعة القائمة على الحق والعدل. في تفصيل كثير في موضوع الأصول والفروع والسنة والشريعة فيما عرفناه إحنا بالرسالة الأولى والرسالة الثانية في كتبنا المختلفة، لكن ده موجز ليوريك خلافنا مع الفكر السلفي وفكر الأقوال المسلمين. موافق تماما على أنه سلاحنا الوحيد والشديد المضاء هو سلاح السلمية، ويجب الناس يلتزموه التزام تام حتى ينزعوا الأسباب اللي بيجعلوها مبرر للعنف. يعني هسه هم بيألفوا قصص لا يصدقها أي طفل، أن البوليس طلع بالأسلحة بتاعته وأخذوها منه السوار وضربوا بها نفسهم. ده نوع التبرير. لو كان بقت في الصورة واضحة وأنه نحن عنيفين في الشارع، ده المبرر هنا عايزينه للتصفية بتاعت الناس، ويجب أن لا ينخدع الناس ولا ينجروا إلى هذا الميدان القاتل. التتريس زي ما قلت والمواكب قد تبدو أنها مكررة، لكن ده الموجود. وعلى أي حال في سبل الاتصال والمواصلات الحديثة، لو أي إنسان عنده اقتراح وجيه في إطار السلمية، أفتكر السوار بيكون ذهنه مفتوح له. وهسه دي يعني وسائل الاتصال الحديثة في الإنترنت وخلافه بأجهزة المختلفة والبلاتفورم المختلفة، لو الإنسان عنده إبداع جديد وعنده أسلوب جديد، أفتكر الناس ممكن يسمعوا له ويوصل بسرعة شديدة جداً جداً ويتطبق. فما أفتكر فيه يعني الناس بيطبقوا الوسائل اللي عندهم جربوها إلى أن تظهر وسائل أكثر حداثة وأكثر مضاعاً وسلمية برضو في نفس الوقت. ما أعتقد بيكون عندنا اعتراض عليها الثوار في استعمالها. فإذا كان الأخت نوال عندها فكرة كويسة
بس هي تضعها وفي زي المنابر زي منبرنا ده تقولها ياخذوها الناس اذا كان راغب وجيها كل شخص في المجموعه اللي بيشارك فيها بيوزعها بسرعه بتصل للسوار اذا راغب فيها وجاهه امكانيه وسلميه بينفذوها بسرعه شديده جدا جدا. فالناس يمدون بالافكار ويمدون بالمساعدات من اي شكل يروحوا لاستمراريه الثوره. نعم استاذ حافظ. ايوه صحيح الاستاذ حافظ، هل استيل ممكن؟ ايوه ممكن تفتح المايك بتاعك نديك نصف دقيقه او دقيقه تفضل. تفضل يا استاذ حافظ. شكرا على الفرصه مره ثانيه. انا قبل ما قدرت اعطيك مثلا انه المزخرفين هنا بيستخدموا دماء الشعب من اجل مصالحهم الشخصيه، يعني من اجل يسروا للسلطه. دي النقطه اللي قلتها. والنقطه الثانيه يا دكتور دالي برضو انا من ابن تيميه بقول انه يجب على الزوج بقول فيه انه يجب على الزوج ان يطلب من زوجتها صوتك اتقطع يا استاذ حافظ. صوتك اتقطع وانت شكل المايك بتاعك مقفول، انا ما ادري كيف انت قاعد تتكلم. استاذ حافظ طيب نحن بنضطر نمشي ل اخ اخر يا استاذ حافظ. ندي فرصه قبل ما ندي فرصه للاخ حسن حسب الله، في الاخ عادل اوان قال انا استغرب من الكلام عن ان كل المعارضين لنظام الاخوان المسلمين يوصفوهم بانهم شيوعيين، يعني كانوا الاخوان المسلمين بيوصفوا المعارضين بالشيوعيه في كل اعتماداتهم وسندهم. حتى الان دوله روسيا ام الشيوعيه والصين ابو الشيوعيه. أرجو التوضيح للشعب المسكين المخموم بالدين، يعني كأنه هو ربط بجلوس عمر البشير لبوتين. صحيح. وأسس السودان علاقته في زمن الأخوان المسلمين أقوى علاقة له خارجية مع روسيا ومع الصين. الأخوان المسلمين ما عندهم مانع من الشيوعية ومن أي شيء. في الحقيقة إذا أنت دارت حرب الشيوعية حرب الأخوان المسلمين. لأنه الشبان سابوا الدين ذاته سابوا النظام الإسلامي لأنه افتكروا أنه الأخوان المسلمين الإسلام. لكن هم ما عندهم مانع من التعامل مع الشيوعية ويعني وكانوا منسجمين جدا جدا مع النظام الصيني وبيتاجروا معاه وبيشتروا منه السلاح وبيتاجروا مع النظام الروسي. وبرانا شفنا الركوع بتاع بشير لبوتين والجلوس قدامه بكل أدب وطلب العون والحماية. نعم أستاذ حسن نديك دقيقة عشان الزمن. تفضل حسن حسب الله. التحية لكم وللمشاهدين. حقيقة عندي مداخلة وببني عليها السؤال ذاته. فملاحظ نسبيا وبمقارنة مع الثورات اللي فاتت يعني أكتوبر و 85 أبريل يعني شعبنا أكثر يعني لسه في قمة وعيه وجسارة كمان. وبالمناسبة يعني لجانب المظاهرات في تنوع يعني إبداع شديد جدا اللي هو فن بين كل مظاهرة معلنة أو غيرها بيكون في تحركات في مخاطبات في داخل الأحياء. بالإضافة لأنه يعني نشوف الناس اللي من القوم وصلوا لأنه صياغة ميثاق للعمل الثوري. فبجانب ده بنلقى أن النظام أو التحالف الانقلابي الداخل والخارج يعني بيحاول يكسب الوقت وشنو حرب بتاع استنزاف للثورة والثوار. وبتقبل المشكلة الوحيدة أنه بالمقابل المفروض أنه الناس تتوحد، يعني الناس تصل لصيغة بتاع قيادة موحدة. لأنه حتى وإذا كان يعني قمة نظامنا السلمي هو الاعتصام أو هو الإضراب والعصيان فده ما بيتحقق بدون ما تكون في جسم قيادي موحد. فأنا عايز تعليق من الدكتور، ولكن السؤال بتاعي الحزب الجمهوري يعني ما كان شارك في التجربة الأولى، يعني ما كان في الحرية والتغيير، وده كان يمكن يكون صح يعني. ولكن حسا أنا برى أنه يعني في ضرورة لأن الحزب الجمهوري وسمعت يعني الكلام للأستاذ أسمى والأشياء طرحوها أشياء تقريبا معبرة وقوية وممكن تجمع الناس. فهل ممكن الدورة دي الحزب الجمهوري يكون ضمن المركز الموحد للقيادة بتاعت الحراك الثوري؟ شكرا. شكرا
الخزم. نحن وجهتنا في الموضوع ده أنه نحن بنفتكر التغيير الأساسي والشامل هو أن يقتنعوا الناس بأن يطبقوا الموضوع ده في نفسهم في الأول. نحن إذا كان مش أنه نقود ولا نشاري، نحن لو قلنا تعالوا استلموا الوزارات دي ما بنستلمها. شرطنا في التغيير أن نتغير في الداخل وأن تكون في أغلبية متغيرة مقتنعة بالنظام الجديد اللي نحن نطرحه حتى بعد ذاك نجي للتطبيق. خلاف كده بتكون محاولات قاصرة وبتكون محاولات ما بتدي نتيجة في النهاية، لأنك إذا جبت الناس قبل ما يكون الثورة تنضج عندهم في داخلهم وفي خارجهم بيكون في الفشل وبيكون في الصور بتاعت الفساد اللي احنا قاعدين الناس نشتكي منها. نحن الجمهوريين عندنا فكرة غريبة وفكرة قائمة على أنه التغيير بيبتدي من الداخل. أي مشاركة لنا قبل ما يكون عندنا نحن التغيير الدارين والأغلبية اللي عايزينها، موضوعنا ده ما بيمشي لقدام وإحنا عارفين الموضوع، ولذلك ما بنشارك مع الناس في العمل السياسي قبل ما شروطنا دي تتحقق. يعني بس بنظل دعوة لما نراه نحن صح. إذا الناس بيفتكروا كلامنا ده صحيح يأخذوا به، إذا ما أخذوا به نحن ما مستعجلين على الكراسي، لأنه بكرة بيحصل الخلاف بيننا وبين الآخرين. يعني ما من الحكمة أنه لما نضع رجلا على الجمرة حتى نقول أنها بتحريك. نحن مثلا عندنا تصورنا مثلا للسياسة الخارجية، تصورنا للتجارة، تصورنا للاستهلاك، تصورنا للتوزيع الثروة. لو بقينا بكرة مع الناس بقصة عندنا عضوين وعندكم ثلاثة أعضاء، حنختلف اختلاف كبير جدا جدا مع الناس من اليوم الأول. يعني مثلا احنا لو جو احنا راينا ان الوزراء دي ما يركبوا اللكسس والعربات الكبيرة الفارهة دي، وانه ما يسكنوا في البيوت المرفهة على حساب الشعب السوداني، وانه المرتبات في الدولة ما تكون مضاعفة اضعاف واحد ياخد 70 مرة حد الحد الادنى، انه في رمضان الناس تاكل البليلة بتاعتها والعصيدة بتاعتها بدون ما تستورد البضاعة والفاخرة للاكل والشراب من الخارج، أن الزواج يكون بما تيسر من تمر وموية ويعقد الناس على كتاب الله وسنة رسوله بما يشبه المهر ما يزيد من جنيه سوداني. عندنا شروط كثيرة جدا جدا في العمل اليومي وفي الحياة اليومية ما بتستوفي إذا ما الناس اقتنعوا بها في الأول. ولذلك إحنا ما بنشارك في الحكم، ما بنشارك في العمل السياسي قبل ما شروطنا نحن للتغيير تتم. نحن ديمقراطيين بنفتكر أنه بننظر ندعو لأنه الناس ما اقتنعوا بينا بس، ولذلك الناس ما قبلوا فكرته ما في داعي يطبق لحاجة الناس ما قبلان لنا. يوم تكون عندنا الأغلبية والناس مقتنعين بينا، اليوم ديك الناس بيتخبوا من يمثلهم لينفذوا البرنامج اللي هم يعني اوريدي اقتنعوا بينا. ده فيما يخص موضوع مشاركتنا نحن في مستقبل الأيام. نعم نحن بلاقي لنا 5 دقائق لكن عندنا 3 أيادي مرفوعة لابد من نديهم الفرص، وبذلك ندي الفرصة الأولى للأخ مالك الأقبش. بنديك دقيقة يا أستاذ مالك وبرضه يا أستاذ دالي دارين الإجابات تكون مختصرة. طيب تفضل يا أستاذ مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والإكرام. والله الحقيقة أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يعني الآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ففهم سيدنا أبا ذر للآية دي هل هي حرمة؟ والسؤال الثاني في الحقيقة جاوب لي الشيخ البرعي رضي الله عنه، كنت عايز أسأله اليوم بالضبط. فيعني نحن ما بنقدر نطبق طريق سيدنا النبي، ففي قصة لازم أذكرها عسى ولعل هي في عجالة بذكرها، قصة الشيخ الجنيد. فقال الشيخ الجنيد لما حصل في لوحه يا أيها المزمل قم، فسأل أبوه قال له المزمل ده منه وكذا، قال له ده سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال له طيب ليش أنت ما بتقوم الليل؟ قال له نحن لأنه ده رسول ومحصوم وما بنقدر نعمل. فقال له لما وصل برضه في لوحه وطائفة من الذين معه سأل أبوه مرة ثانية قال له الطائفة دي منه؟ قال له دي للصحابة. قال له طيب ليش ما بتقدر تقوم مع الصحابة قيام الليل؟ فقال له لأنه برضو ديل أفضل مننا وكذا. فالشيخ الجنيد يعني رد على والده قال له لا خير في من لم يقتدي بأصحاب رسول الله وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم.
فده يهوج وبلي ما في طريق إلا يعني سنة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حتى في الآخر قال لي يا ولدي أنت صغير، يعني أنت صغير لسه ما كلفت. قال لي يا أبوي أنا شفت أمي بتولع النار بالحطب الصغار في الأول، فسبحان الله قال لي احتمال يوم القيامة نحن نجيب الحطب الصغار ديل ولعبهم النار. فدي يعني ما في مفر، يعني دي ما في مفر غير طريق سيدنا النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. فان شاء الله ربنا يوفقكم ويوفق يعني دكتور دالي. بس الشغلانه دكتور دالي دايره صبر صبر وجهد كبير خلاص. انا صحيح. جزاك الله خير وشكرا جزيلا دكتور دالي وربنا يعينك ان شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. دايره صبر شديد، و زي ما انت ذكرت عن القران قال لنا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا الزول دائرة الخير تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطول الغرباء. قالوا من الغرباء؟ رسول الله. قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها. ففي أمر واضح جدا جدا في القرآن وفي السنة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن قال لنا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. القرآن كله حسن لكن بعض أحسن من بعض. أحسن ما أنزل لنا من ربنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأمر واضح فيه ولا بد من اتباعه عشان نحيي الدين في انفسنا لنحيي في الجماعه. شكرا. اخ لطفي تفضل، ممكن تفتح المايك. سامعني كده؟ نعم مسموع. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام دالي والحضور الكريم اسماعيل في المنصه وعبده في التنفيذ. أول شيء عندي وجهة نظر داير أقولها، وإذا هي وجهة النظر بخصوص المينت الممنوحة دائما دقيقة ونص دقيقة، بيفتكرته لو في طريقة إنها تزداد شوية يكون أفضل، يعني لأنه زول مرات بيكون عنده حاجة داير أقولها من المشاركين الآخرين بتكون عندها أهمية. أنا عارف أنت قاعد تدي أكثر من دقيقة، لكن ممكن تقول مثلا من دقيقة لثلاث دقائق، يعني مرات بيكون في كلام مهم جدا. دي وجهة النظر الدائرة الأولى وإن شاء الله يتخذوا بها في المستقبل. عندي مشاركة اللي هي اليوم ظاهرة في الواتساب. طبعا ما عندي اعتراض، أنا زول جمهوري برضو يعني، وتقريبا بنكون أنا ودالي وإسماعيل والأخوة الجمهوريين الحاضرين نفسي بنكون واقفين في صفحة واحدة. الناس اللي كان بيخالفونا وكفرونا ناس الأسهر اليوم طالعين ببدع شديدة جدا، الأسهر والتجديد في قضايا المرأة. فمثلا قال العنف ضد المرأة حرام شرعا، التحرش الجنسي جريمة محرمة شرعا ولا يجوز تبريرها، العادات والتقاليد ظلمت المرأة باسم الدين، تعدد الزوجات الأصل الزوجة الواحدة، ختان الإناث لا مشروعية أو سند، الإجبار على الزواج مرفوض شرعا ودينا وقانونا، ضرب الزوجات محظور بحسب الأصل، بيت الطاعة لا وجود له في الإسلام، الوظائف العليا كلها جائزة بما فيها الرئاسة والفتوى والقضاء، الطلاق التعسفي حرام، السفر دون محرم جائز في زماننا برفقة مأمونة، ثروة الزوج للزوجة التي أسهمت فيها نصيب غير ميراثها، زواج القاصرات ضرر لا يغره الشرع ويمنعه القانون، الحرمان من الميراث عدوان على حدود الله. دي المشاركة، دي الناس كانوا يكفرون في يوم من الأيام. شكرا وسلام للجميع. شكرا جزيلا. شكرا. الأخ سمير مصطفى نديك سامر. دقيقة سامر. سامر نديك دقيقة عشان الزمن معلش. إن شاء الله إن شاء الله طيبين. أنا تعليقي كان على الحاصل بين اللي بيعمل فيه الحزب الشيوعي عموما، وإنه يعني الأحزاب هي كان بتحاول تمشي له كل مرة عشان يوصلوا عشان إنه يعملوا جبهة بتاعت إجماع مدني كده بشكل من الأشكال، لكن هو بيشيل ويصد فيهم وعملوا لهم ندوة أمس أو مؤتمر. أنا توقعت المؤتمر يتكلموا فيه ويقولوا حاجات واضحة، يعني إنه مشكلتهم في واحد اثنين ثلاثة في إنه يشتغلوا مع الناس في كده. المؤتمر دكتور صدقي كبلو قاعد يتكلم بنفس الطريقة اللي بيتكلم بها الحزب الشيوعي اللي هي ما بتوصل لأي نتيجة، بيحاول يدغدغ مشاعر الناس بإنه الاقتصاد مشكلته شنو، الاقتصاد مفترض كان يتعامل فيه وكده، وكلام يعني ما عنده معنى وبتاع واحد قاعد في كوكب تاني يعني، وكأنه الناس دي ما فاهم انه الاقتصاد المسيطر عليه منه ومشكلته شنو.
فبس دي تعليقي يعني. انا ما عارف الحزب الشيوعي ده داير يوصل لشنو، والخط السائد فيه ده اللي هو في خط الكيزان ذاته يعني بوري بسهوله انه في عدم تجانس، والناس ذاته تصور للدوله ذاته مو واحد يعني، حتى ما بيتكلموا ذاته على شكل الدستور بتاع الدوله شكلهم شنو، اللي هو ده كان ممكن يكون حددنا انه دارين دوله فيها ديمقراطيه فيها دستور الحريات مفتوحه الناس تتكلم، بعد ذاك التغيير يكون على مستوى التشريع. بس شكرا. والإشكال اللي المفروض الناس يقعوا عليه أنه أي خلافات وزعزع وسط قوى المعارضة هي بتصب في مصلحة الأخوان المسلمين، والأخوان المسلمين بيكون همهم الأساسي هو فركشة الثوار، ولذلك الناس يخطوا الموضوع ده في ذهنهم أنه الفركشة والتمزق والتشتت وسط المعارضة بيصب في مصلحة الأخوان المسلمين، والنظام القائم ده نظام البرهان وحمايتي دارين يكسبوا الزمن ليطبعوا الأشياء ويكونوا هنا سلطة الأمر الواقع، والناس يتعاملوا معاهم وكأنه الثورة تتبخر بمرور الأيام. فالناس ينتبهوا للمسألة دي في تقديرنا برضو. نعم، الأخ وليد الحسن كنت افتح المايك ونديك دقيقة يا أستاذ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء أترحم على سيد الفكرة الأستاذ محمد طه، وصراحة كنت قبل شوية فاتح اليوتيوب وكنت بقرأ في التعليقات، تعليقات محزنة يعني بتوري نحن قدر شنو، في جزء مننا واعي وعرف الحقيقة يعني، وجزء كبير جدا ما لسه ما وصلوا للفكرة حتى بتاعت تقبل الآخر، تقبل الرأي بتاع الطرف الثاني. فأنا دكتور دالة عايز منك إنه تبحث لنا في الموضوع ده، شنو مخلي العقول، في جزء كبير من العقول السودانية لسه ما قادرة تتخطى المرحلة بتاعت يعني لسه هي مستقية في 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 حتة واحدة وقاعدين في نفس الحتة ما داري يتحركوا منها، والجزء كبير مننا ما داري يوعى إنه في في رأي تاني غير الرأي اللي نحن نسمعه من الأئمة بتاعين السلفيين اللي بيطلعوا بيتباكوا على الدين، وهم الناس بيحافظوا على الدين وفي الخفاء هم بيعملوا اللي ما يعمل. فعايزينك بس تتكلم لنا في الحتة دي، وبنية البنية العقلية السودانية ذات عشان تتغير نحن محتاجين لشنا. فشكرا لكم. جدا الحقيقة صحيحة أنه السودانيين بيحبوا الدين وناس متدينين بطبعهم، ولذلك يسهل تضليلهم باسم الدين، والأخوان المسلمين لعبوا على هذا الوتر بصورة كبيرة جدا جدا واستعملوا الدين لغرض السياسة. الوعي بتاع الناس بأنه العمل ده ما دين واش مستمر، واسى الشباب اللي تربوا في حضن الأخوان المسلمين اللي ولدوا في زمن الأخوان المسلمين هن أكثر الناس وعيا بأنه الأخوان المسلمين لا علاقة لهم بالدين. الوعي ده مستمر، ونحن هسه زي أركان نقاشنا دي وزي كتبنا كلها عشان تلغي الضوء على ممارسات الأخوان المسلمين وتفرق بين الأخوان المسلمين والدين. العمل ده بياخد وقت وداير صبر، لكن ما في أي فرصة غيره أنه يتعلموا الناس أنه ينظروا في الدين بذهن مفتوح، وأنه يعرفوا أنه الدين مش حديث، إنما الدين حياة وعمل، الدين المعاملة، وإنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وبالمقاس ده يشوفوا أي زول بيدعي الدين موقفه وين من الأخلاق وموقفه وين من المعاملة. العمل ده زي ما قلنا داير صبر، وهو ماشي بصورة كبيرة جدا جدا. الأخوان المسلمين في 30 سنة الفاتت دي رب ضارة نافعة، الوعي اللي سأقول للناس بأنهم هم ما دين أكثر من أنه كتبنا نحن الكتب وتحدثنا في المحاضرات، لأنه تحدثهم بلغة الحياة اليومية ووروا الناس بما لا داعي مجال للشك أنه ما عندهم علاقة بالدين. فدي الناس بيستغلوا في الشعب السوداني محبة للدين، لكن باستمرار الوعي مستمر ليفرق بين المهووسين أصحاب الفهم المتخلف للإسلام والدين، وده بتم زي ما قلت لك بالصبر والموالاة. طيب جدا. عندنا لسه الأخ جمال صالح رافض يبدو، لكن قبل ما أديك الفرصة يا أخ جمال في سؤال أو في تعليق وفي سؤال. واحد الاسم بتاعه personal قال the Sudanese revolution is making a lot of political progress but very little economic progress.
As long as the Sudanese economy is dominated by the military dictatorship, we will never have democracy. أفتكر متفقين معه يعني. لأنه طالما أنه الاقتصاد في يد العساكر نحن ما حنصل للديمقراطية وما في اختلاف. السائل فوكس ون قال الأستاذ محمود يؤمن بثنائية المعاني وهذا كلام خطير يؤدي لمعنى فضفاض بكل الأمور وكأن الله دينه متناقض ويحول الخمر والمحرمات من محرم إلى مباح كلام خطير يجب أن لا يترسخ بين الناس. وين الأخ اللي قال إنه الخمر تحول من محرم إلى مباح؟ ذكر أي شيء إذا؟ لا أبداً. بعدين كون القرآن مثلاً إذا كلام الله ذاته. الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثلاً. تقشعر من جلود الذين قشعر ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هو الله يهدي به من يشاء. كون القرآن مثلاً إذا كلام الله. ولأنه جاي من الله للإنسان لا يمكن الإنسان يفهم كلامه زي ما هو عند الله دي ما بديهية يعني كلام من العبد إلى الرب لا يمكن الفهم اللي بيكون في ذهن العبد مثل الفهم القاصد الرب ودي يعني بالبداهة البسيطة يعني العالم الذي يعلم كل شيء بيقول كلام يفهم الشخص البدائي كما هو عند الله البداهة تدي المساني بعدين المساني اللي في المستوى المتنزل احنا تكلمنا عن الأصل والفرق عن الجهاد بالسيف والجهاد الأكبر عن وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والمستوى الثاني فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم دي المستوى ايه مستوى نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ومستوى لا انتظر ورثك أغنياء خير من انتظر فقراء يتكففون الناس فالمساني موجودة حولنا وفينا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فالأخ ما أعرف هو يعني سند شنو في الموضوع ده خصوصا في قصة أنه من حول الخمر من الحرام للمستحب ولا المحلل ولا قال شنو نعم أفتكر يعني نحن وصلنا لنهاية كان في الأخ صالح الأخ أفتكر صالح هو كان رفع يده ونزل يده ما أدري هو دلوقتي موجود بيناتنا ما موجود أنا ما شايف في الليستة على كل إن إحنا وصلنا نهاية الركن وعندنا أسئلة وتعليقات بننقلها معانا إن شاء الله للأسبوع القادم ولكن وصلنا نهاية الجلسة لأنه دلوقتي الساعة 9:40 يعني زيدنا 10 دقائق ميكروفون معك يا أستاذ جدا شكرا جزيلا لجميع الأخوات والأخوان التابعونا جزاكم الله كل خير ونرجو الله يعني أن يعظم أجركم جميعا بنواصل لقدام إجابة على الأسئلة ونتلاقى إن شاء الله في الأسابيع المقبلة بنختم بسورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم المايك مقفول يا أستاذ دالي نهاية ركننا وشكرا لكم جزيلا وجزاكم الله عنا كل خير